شاء الله سبحانه وتعالى أن يجري قدره المحتوم على تلكم الشمس الوضاعة التي كانت تملأ عمان خيرا وبركة، فأخرجت عمان إلى عالم الحضارة المعاصرة إخراجا له نسق متميز في تأصيلاته الفكرية ومفاهيمه التعاملية، حتى تستطاع ذلك العاهل أن يجعل عمان أنموذجا في حسن التعامل مع الآخرين وفي إرساء دعائم الخير والصلاح وبناء الدولة الحديثة على أسس من العدل وضمان الحقوق والحريات للناس وسيادة كما يقال القانون أو الشريعة الغراء. فكان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور الذي له أخلص الدعاء بأن تشمله رحمة الله سبحانه وتعالى وأن يناله الفيض الرباني سعة في القبر وبردا وسلاما في البرزخ، وأن يجعل حسناته مخلصة لوجه الله عز وجل ليتقبلها سبحانه منه بقبول حسن ليجدها في موازينه عند لقاء الله سبحانه. وإنها في الحقيقة لأمر جلل أن تصاب عمان بفقدانها هذا العاهل الذي بز من هم في مستواه في القيادة من حيث الحكمة الصائبة والإخلاص في العمل وحسن العريكة والحنكة في تناول الأمور وتداول القضايا. فأتحف عمان بتوفيق من الله سبحانه بكثير من المنجزات التي رفعت شأن عمان حسيا ومعنويا، وها هو اليوم يغادر هذه الحياة الدنيا إلى حيث يكون لقاؤه لما قدمه من أعمال التي نرجو الله سبحانه وتعالى ألا تكون إلا خيرا. وحالنا كما يقال إذا سيد منا خلا قام سيد قول لما قال الكرام فعول، فإن هذا الأفق العماني شاء الله سبحانه وتعالى أن تسطع فيه شمس أخرى تعقب سلفها من أجل أن تواصل ضخ النور وحرارة العمل واليقظة للحرص على مصالح هذه البلاد العزيزة الأبية استمساكا بكل خير وترسيخا للعقيدة الصحيحة القويمة وإعمالا للمفاهيم الدينية والهداية الربانية التي ينتظمها ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده ليحقق لهم بذلك مصالحهم. فكأني بهذا العاهل الجديد يبز حكيم العرب عندما طرق أذنه قول الحق تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، حتى بادر من أسمعه إياها قائلا ما مثله، إن هذا الدين لا يأمر إلا بالمكارم ولا يحث إلا على المعالي، فكونوا فيه رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. فإن ما المسيرة لا تكون في أوج كمالها وعظمة شأنها إلا عندما يزمها العدل، لأن كل تلك الهداية الربانية وما ينطوي عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي معقد كل صلاح عملا من حيث إجادة الأعمال. في فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان، وهل الإحسان إلا الإجادة في أكمل وجوهها وأتم شمولها؟ وكذلك هي أيضا مناط تحقق المآلات في نتيجة كنتيجة للجهود التي تبذل. جميل. وما ذلك إلا بإعمال البصيرة النافذة والاستعصام بالحكمة الراسخة. فها هو يتسنم سدة القيادة في هذه البلاد العزيزة، في هذا الوطن الغالي، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم، أيده الله وأخذ بيده إلى كل توفيق. وإن كان الحزن عظيما شأنه وثقيلا وزنه على قلب كل من هو على هذه الأرض الطيبة، سواء أكان من أبنائها أم من غير أبنائها، لفقدان ذلكم العاهل المفدى، فإن الأمل يشرق بحول الله وقدرته وضيئا قويا معطاء في شخصية هذا العاهل المفدى الذي ندعو الله سبحانه وتعالى له أن يعتضد بمحض الإخلاص من أبنائه المواطنين، وأن يشد بهم يده، وأن يهيئ له من البطانة أصلحها وأقومها التي لا ترى إلا الخير تسرع إليه وتبادر بأخذه، وإذا ما رأت شرا كانت أحرص الناس على الابتعاد عنه ودرء أخطاره ومفاسده. فندعو الله عز وجل أن يوفقه وأن يجعل في شخصه السامي عزاء للعمانيين وغناء لهم وسلوانا على فقدانهم العاهل قابوس بن سعيد الذي نرجو أن تغشاه رحمة الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أنه في مثل هذه الأحوال لابد أن تضطرب المشاعر وأن يتخلل أفكار الإنسان موجات متضاربة قد يستغلها البعض ممن له غرض في الكيد، وتكثر حينئذ في مثل هذه الأجواء الإشاعات المغرضة. هذا المحور إن شاء الله شيخ سنة بإذن الله تعالى لذلك لأنه مهم للغاية. لذلك نحن نحمد الله عز وجل على أن الأمور سارت كما هو معهود عند العمانيين في سلاسة ويسر. الحمد لله، والحمد هذه نعمة من الله عز وجل نحمده سبحانه وتعالى عليها، كما نحمده على سائر النعم التي لا تحصى ولا تعد. وإننا إذ نعزي عمان كلها إنسانا ووطنا في فقيدها الغالي، فإننا نهنيها بعاهلها الجديد الذي سيأخذ بزمام القيادة نحو مزيد من الأمجاد والكثير من المنجزات التي تعود بالخير والسعادة والرفاهية، وتشيع الاستقرار والطمأنينة. ولا شك أن الإنسان العماني قد اعتاد على الأخلاق السامية وفي مقدمتها ذلك التراحم، فكان هذا ظاهرا جليا وواقعا مشهودا في عهد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد. جميل. الذي ندعو الله له بالمغفرة. ليس هناك من شك أن هذه المرحمة وهذا التراحم
ستستمر بحول الله نسقا عمانيا، نحرص على أن يزداد عطاؤه نطاقا وشمولا وتأصيلا إن شاء الله تعالى.